عندي رسالة من الموصل، أعتقد الأخ غانم محل حمود من الموصل. المشكلة البعض قام يراسلني وقمت أعتمدها بس لأنه كررت هواية، يكتب لي على شكل محادثة. أخوان نحن نتحدث إلى دولة، فباشر من تطلب لازم أودي لك طلب رسمي معنون إلى الجهة، مو محادثة بيني وبينك كأصدقاء. نحن نتحدث بمشاكلكم أمام مؤسسات رسمية. انطوني يا همام صوت غانم محل حمود وحتى تتصلوا لي عليه. يلا أستاذ نجم، السلام عليكم. أستاذ نجم، احنا أكثر من 10 أشخاص قدمنا شكوى على ناس يبتزون الناس ويأخذون منهم فلوس ويتنازلون عنهم بعدين. هاي شغلة معروفين بكل محافظة نينوى، واشتكينا عليهم محكمة الإرهاب تركيف، اشتكينا محكمة النزاهة، صار سنة احنا طايرين الدعوة، موجود دعوة بكل مكان موجودة ومسنودين. اكيد هو هيجي شغلة يكون مسنود، انت تعرف الوضعية شلون يعني، ما خلينا، وعاد اريد مساعدتك بهذا الموضوع بشيت. وعندنا رغم تاريخ الدعوة واحنا ماخذين منه فلوس، وكنا ماخذين منه فلوس يعني شهود، مسلم مستلم مو هيك يعني، وشهود اخذنا شهودنا قدام القضاة وحلفوا يمينه، كل واحد عنده شاهدين وثلاث. العلم استاذ نجم، اكو ناس يعني محكومة من ضمنهم حرمة عمرها 71 سنة، معروفة ما عندها كل شيء، طلبوا من ابنها سيارة لن ترى وما عنده، هسه هو يشتغل عامل ونجبر حكمة 15 سنة. وحرمة الأخ هم قدم شكوى معانا بنفس الدعوة، ابنها توفى بالسجن وخذ افراج ورا ما توفى، يعني ما عنده كل شيء، اخوانه طلعوا وما كلهم كانوا مسجونين وهم توفى بالسجن، هم دعوة موجودة يعني، شغلات مو هينة يعني، بس للأسف ما حد قدر يسوي لنا كل شيء ولا حد يقدر يحاسبهم. السلام عليكم غانم. عليكم السلام استاذ نجم. حضرتك من وين؟ من الموصل. انا من الموصل، وحاليا انا بالاغليم، لان جماعه تعرف اللي فوق جوا بعت بيتي وانا عندي 6 أطفال وحرمتي. خليني اتعرف عليك بالاول غانم. انا غانم محل خليفه. اي انت الان تتحدث امام القضاء العراقي، وانا هذه الاقاويل اخذها على ذمتك. لو طلبك القضاء كشاهد ستدلي بكل هذا الذي قلته لي في البصمة؟ استاذ، اي قاضي ما رحت عليه تاروح عليه مرة ثلاث وماكو دعوة موجودة عنه، انت هيش قول لي. اي من رئيس قضاة الرامان نينوى على امن الحشد عن نزاهة، منين اجيب لك اياها؟ كلها الدعوة موجودة، واحنا مو واحد واثنين. اي دعوة موجودة صار سنة. أنت قدمت دعوة بتهمة الابتزاز ضد ضباط، ضد أنت والآخرين. طبيعة الدعوة أنه هنالك في جهات معينة يبتزون الناس. نعم، موجودين أشخاص معروفين وكل الموصل تعرفهم. أي شنو طبيعة هذا الابتزاز على يا دعاوي؟ رحم الله والديك وإذا أقول لك شنو طبيعة، يشتكي عليك يروح يجيب شهود، هم نفسهم ناس تشهد الناس انك داعشي تفوت جوا، انت يجون على اهلك يتفاهمون هم وياهم، عندك ما عندك مشكلتك، ورا ما تفوض يجي يم القاضي. نعم. يقول له انا ما توهمت هذا الشخص، واني احكي لك عني انا صارت نفس الحالة بي، قال له مو هذا الشخص غير اسم، قال له هذا الاسم كان محل خليفة، يعني اسم ما تشابه مو جازم محمد. نعم. قال له رد حتى وقتها المدعية قالت له اسم اخوه كمان، يعني شو اقول لك، مسرحية يعني على انت 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 الان يا سيد غانم، انت الان انطيت فلوس خضعت للابتزاز؟ نعم استاذ نجم، انا انطيت فلوس والشهود جبتهم محكمة النزاهة، 4 شهود وجو حلفوا يمين امام القاضي، امام قاضي النزاهة، امام قاضي محكمة النزاهة في الموصل. في الموصل. نعم. وانطيت اسماء للذين ابتزوك. الشخص اللي اسمه موجود والدعوة، بس ما حبر على ورق. زين. الموصل ماكو. هذه المرأة اللي عمرها 71. نعم. انت تعرفها، تعرف اهلها؟ اي نعم. مسجلين دعوة ابنها، مقدم دعوة. اي شنو مشكلتها؟ نعم. هاي المرأة؟ ما حرمة كبيرة، طلبوا من ابنها نفس الدعوة، قدمها سيارة، هم اشتكوا عليها.
وما عنده مال سيارة، تعرف سيارة. إيش رادوا منه غانم؟ سيارة رادوا منه سيارة لن ترى. الدعوة موجودة وما عنده محكمة، راحت موجودة الدعوة وهو موجود. زين. تعمل. هذا الولد يقدر يتصل علي أو يبعث لي رسالة؟ نعم. حتى يتصل عليه. شوف يعني أقول لك، إحنا نثق بالقضاء العراقي ونحترم القضاء العراقي، لكن قد تحصل أخطاء هنا أو هناك. أنت الآن لو دزوا عليك في مجلس القضاء الأعلى في بغداد، تستطيع أن تقدم كل الأدلة والشهود؟ عندي دعوتي كاملة، وين ما يريدون أجي. دعوتك إيش قد رقم؟ إيش قد رقم دعوتك الآن على الهواء حتى الأخوة بالقضاء أو بلجنة السيل الأمر الديوانية من السيد أبو رغيف ممكن أن تسحب؟ 935-12-2020. وأنت مستعد للإدلاء بالشهادة؟ أنا شلون مع هذه الشهادة؟ أنا أستاذ نجم، أنا قاعد حارس يعني بالشمال، قاعد بهذا البلد، وأنا وجهالي شنو ما أروح وين ما يريدون أروح، بس أكون نتيجة. أنا صار لي سنة طاير ومصاريف ما عندي ولا فائدة، مليت منها، ليش ناشدتك؟ لو أحد مستجيب لي ما كان ناشد. أي والله أنا أقول حقك. يعني لكن أستاذ نجم، واحد من يبيع بيته، من يبيع بيته يطلعون أهله بايعين بيته، يفك نفسه، يعني شنو موقفه؟ يطلع قاعد بالشارع وسبب زين أخواني. أنا اللي الآن بس اسمح لي. نعم. بس اسمح لي، خلي أطيح في الداخل أستاذ نجم. نعم. يرحم والديك، هسا مو هم دولة، نقولون أكو دولة وأكو عدالة، أنا هذا. نعم. واشتكوا علي قالوا هذا داعشي، يشوفوني يفوتوني جوا، إذا أنا داعشي يحكموني يعدموني، وإذا مو داعشي يتهمني يحكمونه ويعدمونه. مو هذا العدالة هيجي؟ تمام. تقول اذا اكو عداله هذا. زين غانم، خليني استفاد من وجودك الان. نعم. بالموصل هذه التهم الان، يعني يجيب فلان يتهم فلان، واكو جهات تشرف عليها، يعني صارت مهنه عند الاخرين، يجيبونه. نعم. يذبونه يتهمونه وبعدين يرحون لهلة مثل ما تقول، اعطينا لن ترى، اعطينا الشم دفتر، اعطينا كذا. اكو جهات محدده تدير هذا السيناريو القذر؟ نعم، اشخاص دين على اكثر من 500-400 شخص اعتقد، حتى ما يقولون مشتكين وعشتهم. حتى الامور اختلفت، يعني انا اكون تكون منصف، ماني ما ادوس حظي، يعني انظلمت ما اظلم احد. اي لحد 2000 نهايه 2019 انا بال 2019 انسجنت، نهايه 2019 ليه جاي هسه؟ لا هسه ماكو البريء، اذا ما من يزكي المختار الشخص، بس عقباش عقباش تعال شوف. نعم. نجم عقباش ما ظل بيه. تمام. الجريمة لا تسقط بالتقادم، الحق حق. زين قضية هذا اللي مات بالسجن وبعدين طلع بريء، شنو معلوماتك عنه وشلون أوصل الأهلة؟ موجودين أهله، أنا أوصل لك ماشي اليوم إن شاء الله يصلونك. الآن الأخوة بالقضاء العراقي العادل السيد فائق زيدان، أنت الله يكون بعونك، يعني ما أدري نتائج الانتخابات، ما أدري الإرهاب، ما أدري العلاقات الرسمية، لكن أخوان هذه ذمم أمام الله، أن كنتم لا تعرفون فقد يكون لكم عذرا، ولكن عندما تسمعون فغدا لنا وقفة أمام رب كريم. هذه الناس، أنا لا أبني على ما يقال، ولكنني أسمع وأسمعكم أن هذه الناس لها حقوق. ابعثوا عليهم، ورقم الدعوة كانت موجودة أمامكم. أنا أتمنى من مكتب السيد فائق زيدان أو المكتب الإعلامي عند السيد فائق زيدان أن يتصل بنا حتى نقدر نوصلكم إياه. يعني.